يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. أهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في إيه؟ يا أبدا أصل كنت أنا يعني. مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. تسلمي. أهلا أهلا يا زين. إيه يا ابني؟ بقالنا مدة ما شفناكش. معلش بقى عم نوفل مشاغل والله أنت عارف الدنيا تلاه. خير خير يا زين. خير ان شاء الله انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. الله ايه العباره؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجه انا بس بعد اذنك انا عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك اهي. لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني ده بعد اذنك طبعا. يا حلولي كلمتين بينك وبينها ده في اسرار بقى. ايه يا دودو ايه الموضوع يا روحي؟ بعد اذنك يابا تعالى يا زين بره. شفت المقروسه خدت الواد من ايده وخرجت ولا كانك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجه يا نوفل. ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان هي ناقصة. قوم ما تقعدش زي البروطة لا بتهش ولا بتنش يا برودك. أنا مش عارفة أقولك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجة. إيه هو إحنا غرب عن بعض ولا بت؟ ربنا يقدرني على الرد جميلك ده يا زين. برضه جمايل؟ في بينا جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست نمشيها المره دي اخوات. بس خدي بالك من نفسك. قولي لي صحيح هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مره. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه. كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. الفتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء. يا عم زين كنت فين كل ده؟ لا ابدا كنت في مشوار يعني كده مهمة انسانية. يا سلام تصدق قطعت لي قلبي. ويا ترى بقى المهمة دي ليها علاقة بعمي نوفل وبنت عمي نوفل؟ يعني مش قلت لك حنين. هلا كيمو فين الشاي بتاع ياض؟ جاهز ومتظبط ومستني الشريبة. لو لا ده كيمو عمي ملقاش عندك عدة محمول متكمرة؟ انت تؤمر يا عمان. بس بقول لك ايه عايز افابه رخيص حاجة يعني تمشي الحال وخلاص. بس اهم حاجة تكون شغالة ويكون معاها خط كمان. اعتبره حصل. ايوه جاي. هو ايه النظام؟ مش هنلقط رزقنا ولا النهاردة هنبلط في الخط؟ لا يابا النهاردة كونجيه وبكرة بقى ربنا يسهل ونعمل شغل على تقيل قوي. شغل ايه؟ اصبر على رزقك تنول يا زين. هخلع انا بقى 5 دقايق كده للمعلمه انشراح اخلص معاها مصلحه على السخان وارد على طول. مقضيه باذن الله. ها زين رجعت ده من ساعه ما خرج من السجن وحاله بتشقلب. اه والله يا بركه بتشقلب على الاخر. رياش يا حربي يعني جاي رجل ورا ورجل قدام. اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي. ما هي الدنيا كده يا معلم ابو ضايع. يوم ليك ويوم عليك. باذن الله ايامك كلها عليك. وببركه دعاك هتبقى عليا وعليك يا معلم. باذن حبيبي. اذنك معاك يا عنك يا معلم عنك. ايه يا ودي حربي؟ انت ما نزلتش الشغل النهارده ولا ايه؟
اصل بصراحه معلمه الشغل اللي كنا بنعمله معاكي ده ما عادش جايب همه. ليك مزاج بقى تسيب شغل الخرده معايا. بالعكس يا معلمه، ده احنا رجالتك وما نقدرش نستغنى عنك ابدا، بس الغرض يعني ان احنا نعمل معاكي شغل على كبير شويه. كبير؟ كبير يا ابو كبير. اوعى يا واد تكون خارج من السجن وعقلك وزك انك تعمل نصبايا، ما تختارش غيري ده القبله، القبله بتاعت المنطقه دي كلها، وست ستات الحته واجدع معلمه فيك يا مصر، ومحدش يقدر يدوسلك على طرف كمان. اثر عايز تقول ايه؟ غرض يعني ان انا عايز منك كلمه لما اجيب لك شغل كبير فل الفل ولغايه هنا، انك تشتريه مننا يعني بما يرضي الله، بالغير معلم ابضايا ما يخفس بالارض زي ما بيعمل كل مره. هو انت يا ابني مش جبت لي شغل قبل كده وانا رضيتك؟ حصل يا معلمه، بس الغرض انه يمشي كده على طول. ماشي، روح اسرح النهارده وهات لي بضاعه فل الفل وحراضيك، خلينا وراك لغايه ما نشوف اخرتها. المايه تكدب الغطاس. طب يلا اتكل على الله ولما نشوف. ايدك بقى على ميايه. مأمرت ايه؟ اصطباح علينا بالعربية وبيخصموهم مني. ما هوش معقول يعني يا معلمة واحد طويل عريض زيي هينصب عليك في 100 جنيه. لما نشوف اخرتها والمية تكدب الغطاس، 100 جنيه ايه؟ معاش ولا كان اللي يكذب عليك يا معلمة، وبكرة تعرفي ان حرب المهدي قد كلمته. بالاذن بقى. سلامة يا بضايق. غلط، أكبر غلط يا برنسيسة، شكله كده بياكل بعقل الكنافة بايتة. أنا ليا نظرة في الرجالة ونظرتي ما بتخبش أبدا، ونظرتي بتقول إن الواد ده دماغه نظيفة وهيشتغل ويجيب بضاعة كويسة. نظرتك هتخيب يا برنسيسة، دول عيال هتي ما يجيش من وراهم غير النوش والسك العفش. أنت بتكرههم ومش نازلين لك من زور ومش طايقهم، بس العيال دي هتنفعنا قوي. وقلت لك بقى بطل قلق وما تقلقناش، وقلت قبل كده كتير المصلحه ما بتحبش القلق. كان عايز منك ايه ابن الاشقر ده؟ ابدا، ده كان جايب لي الهدوم اللي نسيتها في الكافيتيريا. والله وريني. ما ادكيش فلوس يا بنت؟ ما ادانيش حاجه. يا حلولي، يعني انت معشفره؟ صدقي على الاخر. لا بصي يا اختي، الحال ده ما يلزمنيش، حكايه انك تقعدي في البيت من غير لا شغله ولا مشغله ماليش دعوه، ما تلزمنيش. انا هشيع ابوكي من نجمه على المعلم ابضايا، يعجل بالجوازه وخير البر عاجله. بر؟ انهي بر ده ان شاء الله اللي يخلينا اتجوز واحد زي ابضايا البلطجي المعفن ده؟ بر ايه اللي انت بتتكلمي عنه يا بنت؟ بدل قعدتك من غير لا شغله ولا مشغاله، اهو يدينا قرشين ينفعونا في الزمن الاخبر ده. قولي كده بقى، انت همك كله على الفلوس، لكن بني ادمه زي تدفن بالحياه مع بني ادم معفن جربوع زي ده ولا فرق معاكي في حاجه؟ طبعا ابضايا معفن يا اختي، تطولي ده ابضايا طول بعرض جدع جتة. طب ما دام هو جتة كده ما اتجوزتهوش انت ليه؟ يا قليلة الأدب اخرسي! انت مالكيش ضربة عليا يا ست، انت فاهمة؟ يا ولية علشان يا معفنة! أنا علشان يا بنت الكلب يا معفنة! أنا أبويا مش كلب! اديني سايبها لك مخدرة اشبعي بيه! تعالي هنا! تعالي هنا! تعالي هنا! هو في إيه؟ هو في إيه؟ ما شفتش عمايل المفعوصة بنتك؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان بنتك زقتني وضربتني كمان، عايزه تقعد في البيت هي يعني مستتته واحنا نخبط راسنا في الحيط. بقول لك ايه، ده لعبنتك ده ما يمشيش عليا، انا الحال ده ما يلزمنيش. وحياة ده لانا رايحه القبضاي ومتفقه معايا يتجوزها الاسبوع اللي جاي. دعاء، في ايه دعاء؟ حصل ايه؟
دنيا ما لقيتش غير دنيا يا حربي. دنيا قطع دنيا وسنين دنيا مالها دنيا زين يا ابني. البنت دي ما تجيش من وراها اي مصلحه، دي من ساعه ما سابت الحته وهي رابتنا كلنا ورا ظهرها حتى ابوها. اقول لك على حاجه، مره رحت لها عشان مصلحه رجعت من عندها وقفايا قمر عيش. يا ابني انت بالنسبه لها ولا حاجه يا زين، لكن انا حاجه تانية. ولا هتعبر اللي خلفوك، وبكره تشوف. وبكره مفيش اقرب مني. وبعدين زي ما قلت لك العطشان يكسر القلب، وانا كسرتها النهارده، وبكره بقى الميه هتنزل وتغرقنا. عشم ابليس في الجنه يا اخوي. يا زين يا زين حبيبي بطل تشاؤم وتفائل عشان خاطري. والله بكره تروق وتهلى وسيبها على البركه. يا حربي تنده؟ لا بركه نام انت حبيبي نام. حربي بينده على بركه تانية غيرك. قول يا رب بس انت يا بركه.